السيدات والسادة متابعي قناة الموسوعة التاريخية لإعلام حلب الكرام، أنقل لكم لمحة موجزة عن سيرة علم من أعلام حلب الشهباء، الدكتورة زاهدة حميد باشا. ولدت في حلب عام 1922. زاهدة حميد باشا أول فتاة حلبية تظفر بأعلى الشهادات العلمية من جامعة واشنطن، بل قد تكون السورية الأولى التي تظفر بدكتوراه الفلسفة من أكبر جامعات أمريكا. امتازت زاهدة حميد باشا بالرصانة والجد وحب العلم، ولم تكد تتم دراستها الابتدائية في مدرسة فائق المدرس الخاصة حتى انتقلت إلى مدارس الفرنسيسكان، ثم حصلت على الشهادة الثانوية من مدرسة سان جوزيف. إلى فترة غير بعيدة كان التعليم الجامعي موصداً أمام الفتاة العربية، وكانت تتعلم في هذه الحدود الضيقة من التعليم الابتدائي وحتى الثانوي، وكان هذا أقصى أمنياتها، ولكن دنيا العالم العربي تتطور بسرعة. بعد حصولها على الثانوية تطلعت إلى الدراسة الجامعية، أي أرادت أن لا يكون التعليم الجامعي وقفا على الشباب، فدخلت هذا الميدان دخول الواثقة المطمئنة، وامتلأت الجامعات في دمشق وبيروت والقاهرة بالآنسات يدرسن شتى فروع المعرفة، من طب إلى أدب إلى فلسفة إلى حقوق إلى هندسة إلى آخره. وما هي إلا سنوات حتى أخذت الجامعات تقذف بهن إلى مسرح الحياة، محاميات لبقات وعالمات متفوقات وطبيبات حاذقات وصحفيات بارعات. في طليعة الفتيات الحلبيات اللواتي ظفرن بأعلى شهادة جامعية من جامعة واشنطن، الدكتورة زاهدة حميد باشا، وهي من أرقى الأسر الحلبية. انتسبت زاهدة حميد باشا إلى الجامعة العربية في بيروت، وتخرجت عام 1947، ولم تكتفي بما نالته فسافرت إلى أمريكا وانتسبت هناك إلى جامعة جورج تاون، فدرست العلوم الفلسفية، وقد تقدمت برسالة نالت عليها شهادة الماجستير بالفلسفة، وذلك في عام 1949. أغوتها الحياة العلمية في تلك البيئات التي تمهد للطلاب كل وسائل البحث والدرس، فقررت ألا تعود إلى حلب قبل أن تصفر بشهادة الدكتوراه، فانتسبت إلى جامعة واشنطن، وحصلت عام 1951 على شهادة الدكتوراه في فلسفة الاجتماع. كتبت الدكتورة زاهدة حميد باشا رسالتين هامتين بالإنجليزية، إحداهما نظرة القرآن الفلسفية في طبيعة الإنسان، والثانية عن ابن خلدون، وقد كان للرسالتين أثرهما في الأوساط الجامعية، مما حدت جامعة أن تستأذنها بطبع الرسالتين المذكورتين. رحم الله الدكتورة زاهدة حميد باشا. المصدر عامر رشيد مبيض، مؤرخ حلب. الأخوات والإخوة الكرام، يرجى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلكم ما نقدمه. شكرا جزيلا لكم.